هذا الاخ ديالي هذا معاق، العمر ديالو 54 سنه. المعاناه ديالو كلها كتحمل العائله ديالو، مساكن كيتعاونوا عليه. وتزاد هكا ما كيدير حتى شي حركه، والو ما كيدير حتى شي حركه. الا ما قلبناش حنا ما يدير حتى شي حاجه. هذا الاخ ديالي كيبلغ من العمر 54 سنه، ويتيم من الوالدين، ما عندوش الوالدين ديالو، فقير، وحنا حتى حنا الحاله ديالنا فقيره ومحتاج المساعده. السلام عليكم الاخوان، كما شفتوا الحاله ديال الاخ جيل اللي بحكم الزوره ديالي معاهم، وهذا السيد مسكين 54 سنه اللي في عمره 53 سنه، هو طريح الفراش، ما كيندغ، ما كياكل، ما كيدير لي كوس، رجلات عنده عوجين، ما كيقدرش يعني مسكين يتحرك حتى شي حركه، اللي ما قلبوه ما يتقلب. والاخوان ديالو والاخوات ديالو مساكن، اختو هي اللي مقابله، وشي وليدات ديالها، وداك الشيء الله اللي غادي يخلصهم. وهذا السيد هذا مسكين اليوم راه محتاج للمساعده ديال الناس المحسنين، وديال هذا اللي خصو شي نعاس مسكين، خصو لي كوس، خصو البومادة دابا راه تيطيب من جنابو. وهذا النداء كنوجهوه للناس المحسنين والقلوب الرحيمه. هذا الولد خويا هذا معاق، من نهار تزاد بحال ما كان معاق، ما كيدير حتى شي حركه والو. وحنا محنين معاه، ومحنا مع واحد الاخت ديالو، وهو ما عندوش الوالدين ديالو ميتين، وكيعيش مع اختو، واختو حتى هي فقيره. وعينا ما نتوجهوا لذوك الجمعيات، قدمنا لهم ملفات والو، مشينا للمقاطعات كيقولنا جيبوا ليه، ديروا كونوا لي الملف ديالو، كنجمعوا الملف ديالو وكندفعوا ليهم بدون نتيجه والو. وهو دابا في هذه الظروف حاليا دابا محتاج هو المساعده. المعاناه ديالو كلها كتحمل العائله ديالو، مساكن كيتعاونوا عليه، حتى شي واحد ما عمره جا سول فيه، كنسولهم كيقول لك حتى شي واحد ما عمره جا سول فيه، ولا جا مسكين مد ليه المساعده لشي حاجه ولا هذا. وكنطلبوا من الناس المحسنين يشوفوا من حاله هذا السيد هذا مسكين، ويتعاونوا معاه. راه خصونا موسي على شي نعاس، خصو ليكوس، خصو بوماده ديالو، خصو دواء، خصو كروسه على شي يمشي. تاع الكروسه اللي عطاوها ليه الناس، جابوها ليه الناس، وبغيت تبركوا فيها خصو ليها 8 تسماطي ولا 10 تسماطي. مسكين ما كيقدرش، خصو تكتفوا بحال شي بهيمه عاده، بس خصو شي حاجه اللي هي تليق به هو. تزاد هكا ما كيدير حتى شي حركه، والو ما كيدير حتى شي حركه. الا ما قلبناش حنا ما يدير حتى شي حاجه. كيعاني من بزاف ديال المشاكل، وفي هذا في هذا في هذا الوقت اللي حنا كنعيشوا فيه، في هذا الزمان ديال كورونا، كنجلسوا حنا حسينا بروسنا حنايا كنعانيوا اكثر منه هو. ما بالوك شو هو اللي عده سنين هو كيعاني هاد المشاكل بحال ما هكا، وما كيتحرك، ما كيدير اي حركه. الا ما قلبتي ما كيتقلب، لا ما شربتي ما كيشرب، تجيب ليه الماكله حتى توكل عليه تايا، كيعاني بزاف ديال المعاناه. يعني العمر ديالو كامل دوز انه هذا هو المكان ديالو، من نهار والو عم والو، طريح الفراش، الا ما قلبتيش ما كيتقلبش والو ابدا. وكيجيو عندنا جمعيات، ملي كيجيو دوك الجمعيات كيقول لك جمع لينا، ملي كنديو ليهم ما كاين حتى شي نتيجه. المقاطعات هما كيجيو ذاك عون السلطه كيقول لك جمع لينا الملف ديالو، كنمشيو نتكلفوا نجيب لي دير لي شهاده احتياج، كون لي الملف ديالو كتدفعي، والو ما كيعطيوك حتى شي حاجه، ما كيجاوبوك لا بايه لا بلا واه. كنشوفوا دابا كيبانوا لي رجلي انهم مجموعين، دابا ما بقاش كيسرحوا، لا والو والو، خاصك دابا تتسرحهم ليه تايا، ولا تتسرح ليه يديه تايا، عاد واش يمكن ليه يدير. تقوم بالنظافه ديالو هو الاخت، هي الاخت دارو ديال هي اللي كتقوم دابا بالنظافه ديالو، لا ما غسلتش ليه، ما يغسلش، ما وكلاتوش، ذاك حتى الطواليط هي اللي مكلفه ليه بها، زعما واحد الحاله يرثى لها، كيعاني زعما واحد المعاناه لا حول. كلمات كنوجهوهم للناس المحسنين والمسؤولين، حتى ما يشوفوا
من حاله هذا المعاق اللي ما عندوش والدين، كون ما كانش هذا الاخت ديالو لو كون يعلموا به الله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم وخا تواصلوا معي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.